فإن من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته وفضحه ولو في عقر داره. قد رأيته في الشارع يدخن أو يمشي مع امرأة في علن مكنك الله منه، وأما أنت تعصي في بيتك معاصي لا يعلمها إلا. كم مرة جلست على الخنا في الإنترنت ولا أحد يراك؟ كم مرة فعلت كذا وكذا ولم يراك أحد؟ قد سترك الله. أبشر، هذا الذي لم يره أحد حتى يتكلم عنك يخرجه الله سبحانه وتعالى ويفضحك ولو في عقر داره. لما أراد ماعز رضي الله عنه رجف، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الزنا فإنه كان فاحشة وساء سبيلا، ومن عقوبته هرب ماعز رضي الله عنه، هرب من ألم الحجارة. تعرف يعني إيش؟ هل يستوعب أحدكم قضية الرجم هذه؟ أعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية لكل إنسان عاصي وطائع، فوالله ما تمنيته لأحد. هرب من وقع الحجارة، هرب، لحقوه وزادوا عليه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم غضب الجليل وقال لأبي الدرداء رضي الله عنه: هلا سترته بردائك؟ هلا سترته بردائك؟ هلا سترته بردائك؟ يعني هلا غطيته بردائك تحميه من الحجارة وتمنعه من أن يقام عليه الحد رجما؟ لعله تراجع عن قوله، لعله مريض نفسيا، لعله. حتى رجم رجم الكلب فتركهما النبي صلى الله عليه وسلم ومشى ومشيا، حتى إذا مر على جيفة حمار منتن، جيفة وحمار ومنتن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إنسان ميت، لا، هذا حمار ميت، جائف، جيفة، منتن، شائل برجله، تحلل وانتفخت بطنه حتى ارتفعت رجله هكذا. فقال: كل أنتم اللذان قالا آنفا كذا وكذا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: كلا كلا. تخيل معي، حمار منتن جائف منتفخ رائحته قذرة، الدود يمشي في بطنه، أعوذ بالله. حتى إفطار اليوم أريد أفطر، فقط من التخيل هكذا أصوم ثلاثة أيام. قال: كلا يا رسول الله، غفر الله لك، أو يأكل أحد من هذا؟ قال: لقد أكلت ما آنفا ما هو أعظم منه، لقد نلت ما من لحم أخيكما، والله إنه ينغمس الآن في أدهار الجحيم. ينغمس في أنهار الجنة أفضل منكم. يا من لم يزني انتبه الصوم. مرة ستة ولا سبعة ولا ستة وعشرون يوما، انظر هل تربيت وتخرجت في مدرسة الصيام أم كان صيامك فاشلا ولا قيمة له؟ مر في خاطرك ذلك الشيء وتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه عندما قال لرسول الله: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما تتكلم به ألسنتنا؟ وفي الحديث: ألا أخبرك بجماع ذلك كله؟ أمسك عليك لسانك. حدثوا عن الصيام والصلاة والزكاة والحج والجهاد، وتريد جماع ذلك كله اختصاره أم
يمسك عليك هذا؟ يعني الناس يبيعون ويشترون بالكلام. كثير من الناس يقول انا اشتري ما اتكلم، والاخر يقول هذا كلام يا اخي، كلام فاضي لا قيمه له. لا والله ما هو كلام فاضي، وحتى الذي يستمع جمه اكبر من الذي يتكلم، لانه جمع بين خصلتين خبيثتين، بين الغيبه في سماعه وبين كونه شيطان اخرس لم ينهى عن المنكر اذ راه وسمعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع بقلبه، وليس بعد ذلك مثقال حبه خردل من دينه. امسك، قال او اخذ، ونحن بما تذكرنا به اسئلتنا. قال: ثكلتك امك يا معاذ، روح ان شاء الله تموت. ثكلتك امك، يدعو عليه الموت. وهل يكب الناس على مناخرهم طب هكذا في النار؟ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد السنتهم؟ الصحابه كانوا اذكياء، ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم، ما همهم جدال ولحوم اهل الكتاب مباحه ولا محرمه، والثوره الليبيه والثوره الصينيه والثوره الشعبيه، ناس ليست فارغه مثل هذا. والجزيره قالت، وقطر قالت، والصين واليابان قالت، والجنسيات والاوراق. الصحابه مشغولون بدينهم، يريدون النجاح، اذكياء، لا سياسه ولا بطاطا، وانما مشغولون بما يصلح هذا الذي اكبر مصيبه. ألا وإن في الجسد مضغة صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه، مثل حديث حذيفة رضي الله عنه، البخاري تلفته، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وأنا أتحدث عن الحديث التي هي محاضرة لوحده، ولكن أتحدث عن سؤال عقبة بن عامر رضي الله عنه: يا رسول الله دلني على النجاح، دلني على النجاح، يريد النجاح بس، خلاص يريد ان ينجو. ينجو من ماذا؟ من ماذا ينجو؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يا رسول الله دلني من نجا. أهرب من الناس، ربما نحن الآن نشعر بالحرب، ألف من الرجال في مثل هذه القاعة، أعرف أنه ومن الآن من يتصبب عرب، صح؟ ماذا سنفعل في يوم مقداره 50,000 سنة؟ دع الآن الحر والعرق، امسح كذا وجهك وانظر في هذا العرق الخفيف، وفي بلد باردة كهولندا هذه، في يوم الشمس تدنو فيه من الرؤوس، تحرق أكباد الخلق لا وجوههم، والناس يغطون في عرقهم، فمنهم من يغط من إلى كعبيه، ومنهم من إلى ركبتيه، ومنهم من إلى حقويه، ومنهم من إلى منكبيه، ومنهم من إلى فمه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، في يوم مقداره 50,000 سنة. هذا الحرب نكاد الآن نثور، الإمام طول ساعة نصف ساعة، وأعذركم وأفهم، لكن تخيلوا مقارنة بسيطة بين هذا الحر الآن وحر 50,000 سنة، تصب الشمس في رأسك صبا، تحفر رأسك حفرا في مكان لا شجرة ولا بيت ولا مظلة. في مكان في صعيد واحد يوم تبدل الأرض غير
ليس فيه البشر وحسب، والملائكة والجن والوحوش، البحار قد سجرت والشمس قد كورت والنجوم قد انكدرت. هذا الحرم وهذه النار التي لها عينان تبصران ولسان ينطق ينطق، التي لها 70 زماما، على كل زمام التي لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يعملونها، 4,900,000,000 ملك بين منك بأحدهم وشحمة أذنيه يطير الطير 40 خليفة. الصحابي عقبة عقبة بن عامر رضي الله عنه يسأل، يريد النجاة مش من خطبة الجمعة إذا انتهى الشيخ حتى نطلع نتنفس في الهواء الطلق، يريد النجاة في ذلك اليوم. يا رسول الله دلني على النجاة. قال يا عثمان، أمسك عليك لسانك، أول خطوة في النجاة قبل الصلاة والصيام والحج والزكاة، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، ابتعد عن الفتن ولتبكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك. لذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، من هو أبو بكر الصديق؟ تعرف أبو بكر الصديق؟ أبو بكر الصديق أعظم الخلق بعد الرسل قاطبة، وأرفع الخلق منزلة بعد الرسل. ثاني اثنين الذي مدحه ربه في غير موضع من كتاب الله، الذي حتى لما أخطأ جعل النبي صلى الله عليه وسلم عمر هو المخطئ، حتى في خطئه مسموح مغفور له، وأيده حتى في خطئه. في قصة عمر وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال دعوا لي صاحبي، دعوا لي أبو بكر. كان يمسك لسانه ويقف أمام المرآة ويقول يقول له عمر ما تفعل؟ إيش هذا؟ يقول هذا الذي أوردني المهالك، هذا الذي أوردني المهالك، البيوت، الرجال الذين لا يستطيعون إذا انفلت إلى زوجته قص عليها قصة كل الإخوان في المسجد وفي العمل والذي حصل والذي بصل. النساء اللواتي إذا جلسن لا يطيب لهن جلوس إلا إذا قلن فلانة وفلانة، وكانت سمينة وشحمها كذا مطوي، عكب عكب وطيات طيات، وفلانة طلقت وفلانة. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله العفو والعافية يا إخوان، أسأل الله العفو والعافية. هذا الذي أوردني المهالك. وكان عبد الله بن مسعود يمسكه ويقف على المرآة ويقول إن كان أحد يحتاج إلى طول سجن يأخذ مؤبد مرتين أو ثلاثة فهذا، أمسك عليك لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. أسأل الله تعالى أن يقيني وإياكم من فتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابعين. أتحدث بعد الجمعة عن تصحيح مسيرة من أخطأ واغتاب كيف يصلح خطأه، وأغتنم المنبر مرة أخرى الحديث عن أمر بسيط قبل أن تنقضي صلاة الجمعة. أيها الأحبة، بيض الله وجوهكم وأنارها وحياها، تلك الوجوه التي تركت بيوتاتها وأعمالها
ونساءها وجاءت إلى بيتنا بيوت الله في هذه الساعة. وكأن قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب. يا رب يا من قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك، يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. تتقلب فيه القلوب والأبصار، أين يكون هؤلاء الرجال؟ هل هم في مسرح؟ هل هم في نادي؟ في نادي؟